حلب الدمار، حلب الحرب، بيوم وليلة أجى الزلزال ليكمل هالسنين الضياع اللي عاشتها حلب، اللي كل شيء نزل الحجر ما بقي مطرحه، اللي كان بقيان راح. كان دورنا كمار منصور ننزل ونكون على الأرض حد الناس، أول شيء توزع عليهم أشياء كتير لازمتهم لأنه طلعوا بلاها من بيوتهم، هي الحليب، حفوضات الصغار، حفوضات المسنين، الأكل، الشرب، الاحتواء. وضف إلى ذلك أنه فتحنا الدار تتكون مركز إيواء لكتير ناس فقدت الدفء والبيت تحول لدمار، أجت لهون لنكون عائلتها التانية بهذا المكان. لما صار الزلزال أجت البعثة البابوية كنيوة، وقفوا جنبنا دعمونا، كان كل احتياجاتنا تقدم لنا لهي الناس الجوعانة والتعبانة والمتألمة. الحقيقة الأصعب شيء اللي شفناه بحلب نحن بزيارتنا أول زيارة كانت معاناة الناس، لأنه هن بعدهم بأزمة كبيرة من وراء الحرب، من وراء أثار الحرب، وجدت الأزمة الجديدة اللي هي الزلزال المدمر لتخليهم يفوتوا باليأس أكثر وأكثر ويصيروا يطلبوا الهجرة. فنحن أصعب شيء لنا أنه كيف بدنا نعطيهم الأمل، كيف بدنا نخليهم يرجعوا يقفوا على أجريهم، يرجعوا يكون عندهم أمل ببلد محطم ومدمر. أنا أول ما بلش الزلزال صار عندي خوف كبير، ومباشرة لبست الأولاد ونزلنا، كانت أختي تحت أجت أخذتنا على بيتها. تاني يوم دقوا الجيران لجوزي عم يقولوا في ريحة حريق بالبيت، إنه تعالوا شوفوا إيش فيه. قال لي رايح أنا أشوفه، قلت له لا أنا بدي أروح معك. جيت أنا وياه فتحنا الباب ما قدرنا ندخل. يقول لي لا بدي فوت من طفي ونطلع ما قدرنا. نحن بهالمرحلة البعثة البابوية كنيوة وسان فانسون دو بول بحلب عم نعمل جولة على المنازل المتضررة من وراء الهزة الأرضية. واحد من هالمنازل هو منزل مدام راوت، يلي إذا بتشوفي حواليك تضرر بحريق من جراء عطل كهربائي سببه أكيد الهزة الأرضية. سو نحن عم نقيم الأضرار الموجودة تنجهز لمنزل هلأ مؤقت على مدة 3 أشهر مع الفرش البيسك يلي الأساسي، وأكيد بس يخلص ترميم هذا المنزل رح تنقل غرادة مدام راوت بتكون عايشت بكرامة هونيك وبترجع على بيتها مثل ما كان، وأكيد بالوضع المنيح المستنزلته منه.